انتهت الحرب دون أن نتمكن من كسر الجيوش العربية. لم نحرز أي انتصارات، لم نتمكن من كسر الجيش المصري، ولم ننجح في استعادة قوة الردع. أثبت المصريون أنهم قادرون على التغلب على حاجز الخوف والخروج إلى القتال بكفاءة، ولأسفنا الشديد فقد انتزعوا قناة السويس من أيدينا بقوة السلاح. يشعيا جافيتش، جنرال إسرائيلي.